معي عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، ونحن نتابع هذه الزيارة الحالية لرئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك دينيس بيتشيلوفيتش إلى مصر، وزيارته الهامة ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، دلالات هذه الزيارة وتوقيتها في رأيك؟ هو طبعا زيارة مهمة من رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك. من المعروف طبعا ان مصر لها علاقات تاريخية بالبوسنة والهرسك وقت ان كان هناك صراع داخلي في سراييفو. مصر كانت من اوائل الدول اللي كان ليها كتيبة عسكرية كانت بتنفذ عمليات حفظ السلام في سراييفو بداية من عام 94 أو 93، وكان لها دور كبير هناك في سراييفو، وكانت بتلقى احترام وتقدير كل أبناء الشعب في سراييفو. كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بالبوسنة والهرسك، ومصر من أوائل الدول أيضا اللي أقامت سفارة ليها هناك في عام 96. إذن علاقات تاريخية، علاقات مؤثرة، علاقات بين الدولتين قوية. أيضا في مجالس الأعمال بين الدولتين، إذن زي ما بتحدث مع حضرتك هي علاقات متميزة. علاقات الهدف منها طبعا العلاقات المتميزة بين الدولتين. طبعا الزيارة في الوقت الحالي ده تعزيز طبعا للتعاون بين البلدين بشكل كبير، وتعزيز للعلاقات المستمرة بين الدولتين. احنا شايفين في الوقت الحالي في أزمات عديدة بتمر بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة القضايا الفلسطينية، والهدف من الوقت الحالي طبعا ان مصر بتسعى بكل الطرق انها توصل الصورة الحقيقية امام العالم لما يحدث في قطاع غزة من اعتداء غاشم من الجيش الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة العزل طبعا، وعمليات القتل أكثر من 30 ألف قتيل، أكثر من 100 ألف مصاب. كل ده بتسعى الدولة المصرية أن هي تظهره إلى العالم. وأيضا مصر بتسعى في الوقت الحالي لأن يكون هناك الوصول إلى هدنة مع إنفاذ المساعدات، مع طبعا إقامة دولة أو الوصول إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67. طبعا إن إحنا إن مصر طبعا من سياستها أيضا الخارجية إن هي تقيم علاقات متوازنة مع كل دول العالم ومع كل الأطراف العالم، فبالطبع إقامة علاقات متوازنة مع البوسنة والهرسك ومع العديد من دول الأوروبية والدول في المناطق المختلفة، كل ده بيؤكد على الدور المصري المهم في منطقة الشرق الأوسط، الدور المصري المهم اللي هي بتنفتح على كل دول العالم، وإقامة شراكات وإقامة علاقات متوازنة تعود بالنفع على الدولة المصرية وتعود بالنفع أيضا على الاقتصاد المصري. هناك أيضا كان في دور مهم لمصر في إعادة الاعمار في سراييفو والبوسنه والهرسك، فاعتقد ان في الوقت الحالي طبعا هيكون في شراكات مهمه جدا، هيكون في اتفاقيات مهمه جدا بين الدولتين بما يعود بالنفع على الدوله المصريه. في سياق حديثك ذكرت استاذ جميل ان يعني توقيت الزياره ياتي في ظل ملفات شديده الاهميه واحداث ساخنه في الشرق الاوسط، الملف الفلسطيني، الى اي مدى ترى التوافق فيما بين الجانبين؟ خاصة مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتأكيد مصر مرارا وتكرارا رفضها التام لاجتياح رفح الفلسطينية. هو بالتأكيد هناك توافق طبعا بين مصر وبين البوسنة والهرسك على وقف العمليات العسكرية والعمل على الجلوس على مائدة المفاوضات. مصر في الوقت الحالي بتقوم بدور مهم جدا، دور نيابة عن العالم ككل، دور إنساني مهم وفي غاية الأهمية، اللي هو العمل على الوصول إلى هدنة لوقف العمليات العسكرية. وهو ده الدور اللي قامت بيه مصر من اليوم الأول، أنها بتسعى إلى الوصول لوقف العمليات العسكرية وأيضا إنفاذ دخول مساعدات بشكل مستمر، لأن كان هناك إعاقة من قبل طبعا الجانب الإسرائيلي، لكن الدولة المصرية قدرت أن هي تكسر كل الإعاقات اللي كانت بتسعى إليها إسرائيل، من خلال طبعا الضغط الدولي، من خلال أيضا
للوصول إلى الأمم المتحدة والعمل على إنفاذ أكبر قدر من المساعدات. شفنا الدور المصري في لقاءات الرئيس عبد الفتاح بقيادات العالم، شفنا مؤتمر السلام اللي عقد في العاصمة الإدارية ووصول عدد كبير من رؤساء ورؤساء حكومات العديد، أكثر من 36 دولة كانوا متواجدين. الهدف من ده كله أن مصر توصل الرسالة الحقيقية لما يحدث على الأرض. نعم. لأن في شعب بيتم إدارته بالكامل اللي هو في قطاع غزة من أجل تصفية القضية الفلسطينية، لكن الدولة المصرية كان لها رؤية واضحة اللي هو عدم تصفية القضية الفلسطينية بشكل واضح، وعدم تصفيتها على حساب الدولة المصرية أو أي دولة أخرى في إطار كان المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وده اللي رفضته الدولة المصرية تماما ووضعت عليه خطوط حمراء كثيرة جدا. ايضا النقطه الثانيه المهمه في انفاذ دخول المساعدات، لما مصر وجدت ان عدد الشاحنات اللي بتدخل يوميا لا يكفي لاحتياجات اهالي قطاع غزه، بدات في عمليات الاسقاط الجوي للمساعدات انها توصل الى قطاع غزه في شمال قطاع غزه، وقدرت ان هي تقوم بهذا الدور. اذا مصر هي الدوله بتقوم نيابه عن الانسانيه في العالم كله، مصر بتقود هذه المعارك السياسية والمعارك الدبلوماسية من أجل طبعا وقف العمليات العسكرية والوصول إلى هدنة، والعمل بشكل أكبر على الجلوس على مائدة المفاوضات وحل القضية الفلسطينية بإقامة دولة على حدود 1967. احنا شايفين أن مصر قدرت كمان خلال الفترة الماضية أن هي تغير وجهة نظر الدول الغربية والدول الكبرى فيما يحدث في قطاع غزة. ما يحدث في قطاع غزة ليس دفاعا عن النفس من قبل الجيش الإسرائيلي وما ينفذه من عمليات قتل، لا بالعكس تماما، هو ما يحدث في قطاع غزة هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. لهذا السبب وجهة العالم كلها تغيرت مما يحدث في قطاع غزة، وجدنا الإدانات العديدة من العديد من دول العالم لما تنفذه إسرائيل من عمليات عسكرية في قطاع غزة، وجدنا لأول مرة العديد من الدول تؤكد على العمل أو حرص هذه الدول على الجلوس على مائدة المفاوضات وحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية، ودي تصريحات كثيرة بيتحدث عنها زعماء العالم. إذا قدرت مصر خلال الفترة الماضية أنها تحقق العديد من الإنجازات على الأرض، تحقق العديد من المكاسب الحقيقية رغم طبعا الظروف الصعبة ورغم الضغوط العالمية، إلا أن مصر استطاعت أن هي تلفت نظر العالم لما يحدث في قطاع غزة بشكل سليم، وتجعل القضية الفلسطينية على سطح القضايا العالمية في الوقت الحالي. مصر أيضا حذرت يعني من أن يعني هذا الملف والأوضاع في قطاع غزة قد تكون شرارة لإشعال الصراع في المنطقة، وحذرت من هذا الأمر. توافق دولة يعني مثل البوسنة والهرسك مع مصر في هذا التوقيت إلى أي مدى يخدم في إيصال الرسالة التي يعني كما ذكرت قامت مصر بإيصالها إلى العالم، سواء في موقفها الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية أو في موقفها الثابت تجاه الصراع في المنطقة بشكل عام؟ هو بالطبع احنا لو شفنا ان من اليوم الاول تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي ان في حالة طول أمد الحرب هيوسع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وإذا اتسعت دائرة الصراع هتؤثر بشكل كبير على الاستقرار وفي وحالة السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط. ده اللي احنا شاهدناه بالفعل، ولأن مصر عندها تعلم جيدا ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، ومصر تعلم جيدا أبعاد وتبعات الأحداث بشكل كبير جدا وواضح. فطبعا احنا شفنا خلال المرحلة طبعا الماضية العمليات اللي كانت بتخوضها جماعة الحوثي، حزب الله، وأيضا المواجهة مع إيران بين إسرائيل وإيران من خلال طبعا التواريخ التي تمت. ولكن في النهاية هو كل ما يطول أمد المعارك كل ما هتطول هتتسع دائرة الصراع. لهذا السبب مصر بتسعى إلى حشد الرأي العام العالمي لإيقاف العمليات العسكرية في قطاع غزة منعا لتصعيد الأعمال العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، ليس بين الدول ولكن هناك ميليشيات تابعة لبعض الدول قد تؤثر بشكل كبير على الاستقرار، أو قد تنفذ عمليات عسكرية من شأنها أن هي تشعل المنطقة بشكل واضح وبشكل كبير تؤثر على الاستقرار
في منطقة الشرق الأوسط. هو ده اللي بتسعى إليه الدولة المصرية في الوقت الحالي، إيصال هذه الصورة إلى الرأي العام العالمي، ومش الرأي العام العالمي فقط ولكن إلى الدول. لهذا السبب طبعا النهاردة لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس البوسنة والهرسك ده تأكيد من الدولة المصرية على أنها تنقل الصورة الحقيقية الواضحة أمام العالم ككل وأمام كل الدول، وتوضيح الصورة الحقيقية اللي هي بتحصل على الأرض دون وسائل الإعلام أو دون الرواية الإسرائيلية اللي هي بتغزو العالم في الوقت الحالي من خلال الإعلام الموالي لدولة إسرائيل. نعم، أشكرك جزيلا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام.